مرحبا من جديد. هذا الفيديو رح نتعلم عن حاجتين مع بعض اللي هما التابل والماتريكس الموجودين داخل باور بي اي. اول شي خلينا اخذ التابل، هذا هو التابل، واخذ كمان جنبه الماتريكس. مثل ما بتلاحظوا في نوعا ما تشابه في عملية العرض. ماتريكس والتابل بتم استخدامهم لعرض شبكة بيانات، هي أكتر شيء الماتريكس بتعكس لك شبكة ممكن تخزن فيها البيانات أو تعرض فيها البيانات اللي أنت معني فيها. التابل معني إنك تعرض مثلا علاقة كولومز في بعض. خلينا نبدأ من عند الماتريكس. الماتريكس هاي خليني أكبرها شوي بحيث إن أنا أشتغل عليها. تمام، خليني اخذ في الروز، في عندي روز، في عندي كولومز، في عندي values. الماتريكس بمجرد ما انت تغطيها قيم بتروح هي بتحسب لك التوتال سواء على صعيد الروز او على صعيد الكولومز. يعني مثلا بدي في الروز اضيف خليني اضيف مثلا segment. تمام، او قبل segment خليني اضيف الكونتري. تمام، وخليني انا فيني اشيل السيجمنت، انا كثير استعجلت فيها. هلا راح احكي لكم ليش انا ضفت السيجمنت. في الكولومز بدي اخذ مثلا، خليني اغير شوي، اخذ الديسكاونت باند. تمام، وبدي اخذ في الفاليوز اخذ السيلز طبعا لانها كثير فيها قيم ومتكررة. بدي اخذ السيلز و أذكرها. تمام، بنلاحظ سوا مع بعض كيف هو بيظهر لي في الكونتري وكل كونتري قديش الهاي لو ميديم النون سيجمنت والتوتال. التوتال حسب لي اياها على صعيد الكولومز وعلى صعيد الروز. انا هون لما عملت بلاحظ انه هو اظهر لي، عملت في الفلتر اتبعتي او نزلت على مستوى السيجمنت من الكونتري على السيجمنت، بلاحظ انه كل سيجمنت صار له على اساس الديسكاونت باند الهاي ليفل، كل ليفلز تاعونها قديش نسبتهم. بلاحظ انه هو بيعطيني المجموعة الكاملة لكندا مثلا في الروز، وبديني برضه المجموع الكامل في الكولومز بيظهر لي اول شيء، برضو نفس الشيء على اخر شيء التوتال في الروز والتوتال في الكولومز. بهذه الطريقه بيشتغل او بتشتغل الماتريكس. تقدر انت هيك تعمل ستورينج للداتا، تعمل ديسبلاي للداتا بالشكل اللي انت بتحبه وتعرضه. اكيد عليها الماتريكس هاي في موضوع الفورماتنج، فخليني اعرض الفورماتنج. هلا الفورماتنج كتير لطيف، في جنرال، في ستايل، في جريد. خلينا نشوف الستايل. الستايل هيك كده باي ديفولت، فيك انت تغيره، فيك مثلا تعمله بولد هيدر، فيك تعمل الستايل تبعه مثلا فلاشي رو هذا الشكل، شكل لطيف خليها فلاشي رو. تمام، فيك تعمل في الجريد تتحكم في الفيرتيكال هوريزونتال جريد وتعمل الباندينج قديش نسبته بالكلر والسايز، كله ممكن تتحكم فيه وفق ما يناسب ما يتناسب معك في موضوع العرض او الاناليسس. خلينا هلا ننتقل على التابل، نيجي شوي عليه ونكبره. خلينا اقول انه في الكنت في التابل هذا نروح على موضوع الفاليوز، بدي اختار مثلا الكونتري، بعد الكونتري هاخد السيجمنت. تمام، بعد السيجمنت خليني اخذ البروفيت، اخذ السيلز برايس. تمام، مثلا السيلز الاحظ انه هو عرض لي هاي القيم.
هلا بلاحظ في التابل عرض لي التوتال للنيوميريكال فاليو في نهاية كل كولوم، أخذ الكونتري سيجمنت بروفيت سيلز برايس السيلز. أنا في مثلا أحدد الكولوم اللي أنا بدي إياه، بلاحظ إنه في الكولوم هون في بقدر أتحدد السيجمنت إنه يعمل ينزل لتحت أو يطلع لفوق. بلاحظ إنه القيم تتغير، سواء قيم ترتيب تنازلي أو تصاعدي في القيم، كده تنازلي في القيم أو ترتيب عادي حسب الأحرف. سوري، هون بالبروفيت بيصير الترتيب حسب القيم كده من أعلى لأسفل. هذا موضوع التابل. لو رحنا مثلا على الفورماتنج في التابل، في عنا الستايل، برضو الستايل فيه أتحكم فيه، مثلا أجيب له مينيمال أو كتير بسيط، ممكن أجيب له بلوت هذا الشكل، طبعا ما ألطف. طبعا كولومز هيدرز فيني أتحكم فيه، شو الفون تبعه، شو الباك جراوند كولر، as you like. بالضبط، فيك تتحكم باللون بالطريقة اللي انت بدك. هلا في حاجة إضافية بدي أحكي فيها بشكل سريع، موضوع مثلا لو بدي أعمل تحديد للألوان على البروفيت، في عندي حاجة اسمها conditional formatting، بعمل باك جراوند كولر، بقدر من خلالها أتحكم في شغلات بتخص هذا الباكينج. يعني مثلا كيف الهايست فاليو مثلا أديها أزرق بهذا الشكل وبتنزل بالألوان اللي أنت بدك إياها. summarizing الأبلاي values only، بلاحظ إنه بيعطي للون ال lowest value، اللون هذا خليني أختار إنه ال lowest يكون مثلا لونه أوكي أزرق كده، واللون ال highest يكون لونه مثلا أحمر كده. عمل أوكي، بلاحظ إن البروفيت أصبح اللون كل ما كان أعلى كل ما كان أحمر، وكل ما كان أقل كل ما لونه أقل في الغمقان. هذا برضو واحدة من الإضافات اللي داخل الفورماتينج اللي بتخص التابل.